بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده باذن الله هنكون في جوله مع فتيات الذهب، هذا اللقب اللي استحقوه عن جداره على مدار التاريخ سيدات الكره الطائره في النادي الاهلي برصيد 34 دوري محلي و10 ابطال افريقيا. هذا اللقب ليس محليا فقط ولكن لقب على مستوى القاره الافريقيه. فتيات الذهب هذا اللقب تم كتابته على مدار التاريخ بجهد وعرق عدد كبير من اللاعبات والاجهزه الفنيه والنشاط الرياضي ومجلس الاداره. مجالس الاداره على مدار التاريخ دعمت هذا الفريق بكل الاشكال عشان يوصل لهذا اللقب وهذا التميز الحقيقه اللي ما فيش حد يقدر ينافسنا، مش بس في مصر ولكن على مستوى القاره الافريقيه. طبعا اخرهم مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي وفر دعم غير محدود لهذا الفريق من فنيا واداريا حتى على المستوى الاحتراف واللاعبات المحترفات. النهارده عندنا لاعبه من افضل اللاعبات في افريقيا واوروبا، يعني مساهمت بشكل كبير مع باقي اللاعبات في الفوز بالدوري. هذا الفريق او هذا الفرع طائره سيدات يعني اسامي كبيره على مدار التاريخ، يعني منوره واستطاعت ان هي يكون ليها دور كبير. طبعا يمكن ابرزهم على الاطلاق كابتن تهاني توسن، هذه اللاعبه اللي استطاعت ان هي تكون افضل لاعبه في مصر وافريقيا على سنوات طويله. اذا هذا الفريق ما كتبش تاريخه ده بالسهل ابدا، ويمكن اكبر اختبار اللي مر بيه كان من سنتين في رحيل عدد من اللاعبات الى يعني نادي منافس، ولكن لم يهتز الفريق بل حافظ على بطوله الدوري السنه اللي فاتت والسنه دي كمان اخذ بطوله الدوري. هنصاحب الفريق النهارده في البطوله الثالثه ليه هذا الموسم، البطوله الاولى وهي السوبر المصري واللي فاز فيه على نادي الزمالك وحصده بشكل كبير، ودخل بعد كده هذا الفريق على بطوله الدوري وانتهت السلسله 2-1 واستطعنا ان هم يفوزنا ببطوله الدوري. النهارده البطوله الثالثه وهي نهائي كاس مصر. نهائي كاس مصر النهارده بيتلعب الساعه 9 في صاله اتحاد الشرطه الرياضي، الاهلي ونادي الشمس. نادي الاهلي امبارح تاهل بعد الفوز على نادي وادي دجله بنتيجه 3-0، ونادي الشمس تاهل امس بعد فوزه على نادي الزمالك في مباراه كبيره 3-2. مباراه مهمه جدا النهارده عشان تبقى ثالث المباريات او ثالث البطولات لهذا الفريق اللي بيقوده طبعا احد نجوم واحد اساطير الكره الطائره في مصر كابتن ابراهيم فخر الدين، ويضم نجمات كبيره، نجمات على مستوى عالي من الاداء والتميز. قبل ما نروح لمباراتنا نتولاها فنيا وتحليليا لازم ارحب بضيوفي. الحقيقه اللي انا سعيد النهارده ان انا معاهم كابتن محمد صلاح نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وايضا المدير الفني القدير. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، سعيد ان انا موجود معاك على قناه النادي الاهلي مع كابتن نشات، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه وبيوم جميل ان شاء الله. نورتنا يا كابتن. نورك. كابتن نشات طلعت نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر والمدير الفني القدير، منورنا يا كابتن نشات. الله يخليك، شكرا لك. سنه وحضرتك طيب. وحضرتك والسعه والسلامه يا رب، وربنا يكرمنا النهارده برضو ونضيف بطوله كاس ان شاء الله وبطوله للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وحضراتكم طبعا متابعين معانا هذه الاثناء او منذ لحظات انتهت قرعه بطوله افريقيا للرجال. الرجال اللي بيبحثوا عن لقبهم السادس عشر على مستوى افريقيا، انا لسه ما رحتش للرجال ولسه ما رحتش لاسمهم الماسترز وهنروح له في ميعاده ان شاء الله في وقتهم. ولكن القرعه النهارده اتعملت واسفرت عن الكثير من يعني الحقيقه من النتائج بعد اعتذار فرق كثيره، احنا طبعا تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا اعتذار فرق كثير على رسوم طبعا نادي الزمالك وصيف البطوله اللي فاتت اعتذر عن المشاركه في البطوله، وايضا بعض الفرق التونسيه اعتذرت عن المشاركه منها الترجي ومنها النجم الساحلي. فالحقيقه كان لازم هنروح يعني او هنروح مع حضراتكم بعد قليل الى اهلي الجزيره مقر اقامه القرعه عشان نقول لحضراتكم وننقل لحضراتكم ما اسفرت عنه القرعه وميعاد مباراتنا ان وجدت ومين معانا في المجموعه. نعود عودا سريعا لمباراتنا النهارده والحدث الاكبر وهو نهائي كاس مصر. كابتن محمد، مباراه النهارده مباراه اكيد صعبه، نادي الشمس بيدخل المباراه بامال وطموحات، حقه امال طموحات شرعيه انه يفوز بالكاس، يفصله مباراه واحده يفوز بالكاس. والنادي الاهلي النهارده داخل بروح عاليه معنويات كبيره جدا بالفوز بالدوري ومصر انه يفوز بالبطوله. شايف مباراه النهارده ازاي؟ الاول ده اول نهائي بين الاهلي والشمس تقريبا من 10 سنين، اخر نهائي جمع الفرقتين كان 2015. نادي الشمس من الانديه الكبيره جدا، قعد فتره هو وصيف النادي الاهلي اكتر من 20 سنه. مر فتره عصيبه كده الكام سنه اللي فاتوا. انا سعيد ان هم رجعوا تاني. كانت مباراه كبيره امبارح تالقوا فيها.
النهارده مباراه مش هنقول ان هي سهله، لا هي مباراه مش سهله، بس اسقاطنا كبيره جدا في الفرقه وكابتن ابراهيم ان هم ذاكروا الفرقه كويس جدا، وزي ما عودنا دايما بيلعب على اخطاء الفرقه الثانيه. نعم. وهو فعلا امبارح بدا يجهز للمباراه من خلال مباراه دجله، وان شاء الله نشوف ماتش حلو النهارده. ايه اللي خلى حضرتك تقول انه بدا يجهز من امبارح؟ ليه قلت كده؟ لانه امبارح بدا يغير سيستم اللعب شويه. يعني كابتن ابراهيم دايما الفتره اللي فاتت كانت معودنا ان هو بيلعب بالمتر المحترفه اربعه، اوكي اللي هي تاتيانا، بس كان بيجنبها دايما من الاستقبال وبيخلي ساره امين تستقبل مكانها مركز اثنين. ونجحنا في ده. نجحنا، بس هو امبارح بدا يطور بقى الموضوع اكتر، ان الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا الهجوم من سته، كان ما كانش فعال، كنا اتكلمنا في الحكايه دي. امبارح اول مره يخلي تاتيانا وهي في الخط الخلفي تبقى في مركز سته بس، ما تروحش مركز واحد. وامبارح بنسبه كبيره اكبر او اكتر مباراه اتضرب فيها من مركز سته امبارح، بس برضه بنفس الضارب تتيان. يعني هل ودعاء الغباشي؟ ودعاء الغباشي يعني ده جديد هنا. كانت تاتيانا بتشوط من واحد وهي في الخط الخلفي، لا امبارح ضربت من سته كتير، حتى فعلا. في اوقات نجحت اوقات ما نجحتش، كان في اصرار ان هي تضرب من سته. طيب سؤال، هل ده كان وليد الصدفه؟ لا طبعا. نتيجة استقبال غير يعني لا 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 منظم، ولا ده مقصود؟ مقصود لكذا حاجة. أول حاجة الموضوع ده ما كانش موجود عند النادي الأهلي الفترة اللي فاتت، وده اللي كان خلى ماتش الزمالك الثاني طلعوا كمية ديفنسات عالية جدا، لأن ما كانش عندنا الهجوم فعال في نص الملعب، ما كانش فعال، كان السريع مش شغال، وكان ستة ما كانش بيضرب نص الملعب، وكمان ما كانوش الضريبة بيدخلوا يضربوا من مركز ستة شوية، كان عشان اللعب كله رايح اتجاه المحترف. طبعا الكلام ده اتعدل، وبدا تقريبا التركيز عليه ان حتى لما يترفع كتير في مركز ستة اللعيبه تبقى دايما مستعد حتى النفسيه، ان اللعيب داخل يعني زي ما بيقولوا شادو. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ممكن ماتش النهارده يبقى اغلبه من نص الملعب. نعم. لان اعتقد هو هيلعب على الحته دي النهارده باذن الله. خلينا نشوف ونعرف كمان راي كابتن طلعت، بس قبل ما نروح لطبعا ضيف العزيز كابتن طلعت، خلينا نروح لاهلي الجزيره، مقر النادي الاهلي الجزيره ومقر القرعة النهاردة لبطولة أفريقيا للرجال، وزملاء الأعزاء مريم سميح وروزان نصر، عشان نعرف منهم ما أسفرت عنه القرعة. اتفضل يا مريم. برحب بيك كابتن هيثم، برحب ايضا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب بالزميله مريم سميح اللي بتشاركني تغطيه اليوم من داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره، متواجدين مع حضراتكم طبعا لنقل ما بعد مراسم قرعه بطوله الانديه الافريقيه للكره الطائره رجال. يعني النهارده الاجتماع الفني كان حوالي الساعه 5:30 مساء، طبعا في نسخته 45 بمشاركه 21 فريق. طبعا النهارده كان موجود كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي محمد الضماطي، وايضا الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وده طبعا يعني بدء هذه البطوله غدا، الافتتاح في اولى مباريات النادي الاهلي غدا هنا بمقر النادي الاهلي في الجزيره الساعه 7 مساء. وطبعا حامل لقب النسخه الماضيه، يعني خلينا نقول نادي مولوديه بوسالم التونسي بعد فوزه على فريق نادي الزمالك بنتيجه 3-2. هذه البطوله مهمه جدا اكيد، وبنتمنى التوفيق لفريقنا النادي الاهلي، ولكن تفاصيل البطوله اكتر مع الزميله مريم سميح. برحب بيك يا مريم. برحب بيك يا روزان، برحب بيك كابتن هيثم، برحب طبعا بنجومك الكبار نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. يمكن اضيف على كلام روزان، زي ما هي قالت يمكن مراسم قرعه البطوله ابتدت في تمام الساعه 5:30، ويمكن خلاص منذ دقائق قليله انتهت هذه القرعه بحضور عدد من ممثلي الانديه، او يعني يمكن اغلب ممثلي الانديه كانوا موجودين، ويمكن اقيمت في قاعه فكري اباظه بمقر رئيسي بالجزيره. خليني اقول لك كابتن هيثم ان يعني يمكن اتكلموا كلهم، سواء القائمين على الاتحاد المصري للكره الطايره طبعا برئاسه المهندس ياسر قمر، يمكن كان اتكلم ويعني اشاد بتنظيم النادي الاهلي لهذه المباريات اللي كمان هتقام على صالتي، سواء صاله الامير عبد الله الفيصل او صاله الشهداء. اتكلم انه منذ 2019 للنادي الاهلي اللي منظم هذه البطوله، فاكيد عشان كده يعني شاف المجهود الكبير اللي بذله كل القائمين على النادي الاهلي في هذه البطوله. وخلينا اقول لك كده كابتن هيثم، يعني يمكن كمان عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي، وكمان يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، عايز اقول لك بالظبط
التايتلز الخاصه بيهم في هذه البطوله. خليني اقول لك ان اكيد استاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي هو رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، كمان يعني يمكن المهندسه مي عاطف هي نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وايضا يعني خليني اقول لك ان كان حاضر المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره، كان في ايضا كلمه للسيد عدنان عبد الله نائب رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره، ايضا كان في كلمه مهمه جدا لكابتن خالد العوضي اكيد مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي وايضا مدير هذه البطوله. خليني اقول لك ان هو ايضا اتكلم ورحب بكل الموجودين ال21 نادي اللي بيشاركوا في هذه البطوله اكيد الكبيره واللي بينظمها النادي الاهلي، فاكيد كان رحب بيهم ترحيب كبير جدا، واكيد اتكلم على كل الامور الخاصه باستضافه النادي الاهلي لهذه البطوله وكمان كل القائمين عليها. كمان كان في كلمه للسيد جواد برادر رئيس لجنه الحكام بالبطوله، ويمكن اتعرف او عرفنا على الحكام وكل الحكام اتكلموا على نظام البطوله اللي هتقام فيها، واكيد تفاصيل اكتر يا كابتن هيثم هنشوفها خلال البطوله، واكيد التحكيم وكمان لجنه الحكام هنتعرف عليها اكتر خلال وقت البطوله. خليني اقول لك كمان ان كابتن فؤاد عبد السلام رئيس لجنه المسابقات ورئيس اللجنه الفنيه بالبطوله كان بدا مراسم القرعه واتكلم عن كل التفاصيل، واتكلم كمان ان هو احد اكيد ابناء النادي الاهلي واكيد كان ليه الفخر ان هو يكون موجود في هذه البطوله. ويمكن كمان يعني خلينا اقول لك يا كابتن هيثم ان النادي الاهلي كان في جروب A طبعا او المجموعه الاولى، كان مع نادي مصنع الاسمنت من اثيوبيا وكمان مع جرين تيم من كونغو الديمقراطيه وايضا مع نادي ايكويتي من كينيا، وايضا بيقع معاه في نفس المجموعه نادي الفتح من المغرب. دي المجموعه اللي وقع فيها النادي الاهلي، واكيد بنستعد بكره لافتتاح مشرف بيليق بالنادي الاهلي اكيد وكل القائمين على هذه البطوله، وهنتابع بقى معاك يا كابتن هيثم ان شاء الله الافتتاح بكره هيبقى فيه تمام الساعه 7 مساء، بيليه على طول مباراه النادي الاهلي فيه تمام الساعه 8 مساء. مريم ورزان الحقيقه ما شاء الله عليكم، يعني غطيتوا لنا كل يعني كاننا قاعدين بالظبط في القرعه، بشكركم بجد من كل قلبي، ودايما كده متالقين ودايما قناه النادي الاهلي في قلب الحدث، بشكركم شكرا جزيلا. وخليني تاني يعني اوضح لحضراتكم الفرق وتوقيتاتها، تم الاعلان عنها رسميا 4 مباريات ورا بعض. المباراه الاولى هتكون مع الاسمنت الاثيوبي بكرة بإذن الله 14 إبريل، المباراة الثانية الأهلي والعدالة الكيني يوم 15 إبريل، ده تاني يوم على طول. المباراة الثالثة الأهلي وجرين تيم الكونغولي هيبقى يوم 16 إبريل. يوم 17 إبريل اليوم التالي ليه على طول الأهلي والفتح المغربي. هنا 4 مباريات ورا بعض، 1 2 3 4. 4 مباريات متتالية، هنا أكيد هيكون فيه يعني فكر هيلعب بيه أكيد مستر فرلاندو من غير ما اعرف يعني او من غير يعني ما اتكلم كتير، اكيد هيعمل روتيشن، اكيد المدير الفني طبعا الاسباني هيعمل روتيشن، مستر مونزو انا اسف مستر مونزو اكيد هيعمل روتيشن لكل اللعيبه بحيث انه يطلع من الدور ده باقل الاجهاد واقل خسائر. كل التوفيق لفريق الرجال ان شاء الله. نرجع لمباراتنا النهارده، كابتن نشأت كنا بنتكلم عن اهميه اللقاء، والنهارده نادي يعني الشمس دخل او داخل باماله وطموحاته، وده حقه طبعاً. كسب امبارح طلع نادي الزمالك فريق يعني كبير وفريق يعني وصيف الدوري ووصل فاينل، من حقه يحلم انه يكسب، وفي نفس الوضع او في نفس او في الجهه الاخرى نادي الاهلي ما بيفرطش في البطوله، بيلعب في كل بطوله عشان يكسب. فالمباراه صعبه، شايفها ازاي فنيا وشايفها ازاي معنويا؟ اكيدا يعني نادي الشمس هو عايز يكسب، بس بالنسبه للنادي الاهلي هو متعود على البطولات، جميل، عنده طموح. نادي الشمس كسب الزمالك امبارح، جاي عايز على الاقل لو يبقى تمثيل مشرف يلعب كويس، شكله يبقى كويس، اللعيبه طبعا تطلع كل اللي عندها، عايزين يبينوا احسن ما عندهم في مباراه زي دي. بقى له فتره طبعا ما وصلش النهائيات، فان هو يوصل كده عنده امل وعنده طموح ان هو يكسب. طيب شايف النهارده كابتن ابراهيم فخر الدين ممكن يلعب البطوله، بيلعب المباراه ازاي؟ يعني النهارده دي بطوله ماتشين، ماتش امبارح انت الحمد لله لم تجهد، لعبت 3-0، مباراه كانت الحمد لله محترمنا طبعا نادي وادي دجله، وبالمناسبه مباراه الثالث والرابع نادي الزمالك فاز 3-0 ونادي الزمالك فاز بالبرونزيه، ونادي وادي دجله المحترم يعني الحقيقه واللي عامل فرقه كويسه جدا فاز برابع كاس مصر. فالنهارده يا كابتن يعني ما الحمد لله ما وجدناش، وزي ما تفضل الطيف العزيز كابتن محمد قال انه برضو كابتن ابراهيم فخر الدين بدا يغير في او غير شويه في الناحيه الفنيه وجرب ممكن يلعب ازاي، على اساس ان احنا كنا ممكن نلعب الزمالك على فكره، هو كان بيعمل كده على اساس ان هو جدا نلعب الزمالك. شايف النهارده فنيا
ممكن النهارده كابتن ابراهيم يبتدي بكل قوته الضربه ولا ممكن يوزع الحمل على المباراه؟ لا ولا هيلعبها ازاي المباراه؟ بص كابتن ابراهيم فخر الدين طول عمره ملهوش دعوه بيلعب مين، هو مركز على البطوله. نعم. ايا كانت الفرقه اللي قدامه بينزل بالفول تيم بتاعه، انا عايز اكسب، ماليش دعوه مين اللي قدامي، ما عندوش حاجه اسمها ان انا اجرب في النهائيات. نهائي خالص. هو بينزل يلعب بينزل يلعب فاينل، هلعب انا نازل اكسب ايا كان مين اللي قدامي، انا نازل اكسب. ده حتى احنا طول عمرنا مع كابتن ابراهيم حتى ما لا انا نازل اكسب. اي فرقه بتلعب قدام كابتن ابراهيم او النادي الاهلي بالذات، النادي الاهلي متعود ان هو نازل يكسب. نعم. ما عندوش ان هو طب اجرب طب اشوف، لا ده نهائي مفيش وقت ان احنا نجرب فيه، وكابتن ابراهيم رافض بيرفض حاجه زي كده. طب خلينا نروح نادي الشمس. ما يميز نادي الشمس؟ ايه اللي بيميز نادي الشمس؟ ايه اللي يخلي نادي الشمس النهارده يكسب نادي الزمالك؟ ايه اللي خلاه يكسبه؟ عندهم كان عندهم عزيمه في نفسهم قوي، عندهم لعيبه كويسه. كابتن ايهاب برضو عمل الفه ما بين اللعيبه وما بين بعض. ده عندهم لعيبه مميزه، واحده زي تقى. تقى عامله بطوله كويسه بسم الله ما شاء الله، يعني هي طول عمرها ماشي. فاللي هو يوصل اللي هو يلعب على اول وتاني ده انجاز بالنسبه لنادي الشمس. فده طبعا إنجاز. يعني يعني هو عنده مجموعه من لاعبين كويسين، بنى فرقه كويسه، عمل هارموني بينها، وكانت النتيجه نوصل نهائي كاس. هو كسب الزمالك امبارح ووصل النهارده النهائي. طب استاذكم يا كباتن خلينا نروح لصاله اتحاد الشرطه الرياضي باعزائي المشاهدين والزميله العزيزه سالة حامد عشان نعرف كمان اجواء ما قبل المباراه نهائي كاس مصر، عشان نحط حضراتكم زي ما عودناكم في الاجواء ونستعد احنا كمان للمباراه زي اللاعبين. اتفضل يا سالة. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم، وبالتاكيد لضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو كابتن محمد صلاح وكابتن نشأة طلعت، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم، يمكن حقيقة انا متواجده داخل صاله اتحاد الشرطه في الدراسه طبعا عشان انقل لحضراتكم واحط حضراتكم طبعا في الصوره وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي كل الاستعدادات والاجواء هنا طبعا من داخل الصاله. وزي ما حضرتك قلت يعني نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي والشمس. يمكن طبعا خليني انقل لحضرتك سريعا الاجواء هنا استعدادات الفرقتين. يمكن طبعا خلينا نبتدي بالنادي الاهلي، ولكن قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي طبعا يمكن خليني اقول لحضرتك ان المباراه اللي كانت طبعا تحديد المركز الثالث والرابع قبل مباراه الاهلي والشمس طبعا نادي الزمالك ونادي وادي دجله انتهت بفوز نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء. فكده يعني نادي الزمالك هو حاصل على المركز الثالث في بطوله كاس مصر. يمكن طبعا يمكن كلنا ما كناش متوقعين بتاكيد يا كابتن هيثم، يمكن كل طبعا كان متوقع انه نادي الزمالك هو من سيكون في مباراة النهائي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. وطبعا لكن وهي دي الرياضة، يمكن شفنا طبعا النتيجة يمكن محدش متوقعها، نادي الشمس يفوز على نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل شوطين. فيمكن نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك هو حاصل على المركز الثالث في بطولة كأس مصر. ويمكن زي ما حضرتك شايف طبعا ورايا بالفعل بدأ يعني جميع لاعبات النادي الأهلي ولاعبات نادي الشمس عمليات الإحماء على أرضية الملعب. يمكن كمان خليني أقول لحضرتك إن جميع لاعبات النادي الأهلي هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي جدا في القائمه لمباراه اليوم. يمكن كمان مع رجوع زين العالمي وسهيله وفي، يمكن طبعا سهيله وفي كانت يعني بتعاني من اصابه سبرين انكل، ويمكن دي كانت درجه ثانيه، كانت غايبه طبعا لمده اسبوعين عن التدريبات الجماعيه وكمان المباريات مع فريق النادي الاهلي، هتكون متواجده في مباراه اليوم. كمان زين العالمي طبعا كانت متواجده مع الفريق بسبب التوقف من قبل الاتحاد المصري للكره الطائره، هتكون كمان متواجده النهارده بشكل طبيعي وهتشارك مع الفريق في المباراه. ولكن هيكون في بس اثنين من لاعبات النادي الاهلي هيكونوا بره السكور شيت او السكواد لفريق النادي الاهلي، وهم مريم ثروت وايه الشامي. ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمان خليني اقول لحضرتك انه يمكن قرر الكابتن ابراهيم فخر الدين النهارده انه الفريق يمكن اتمرن لمده ساعه النهارده الصبح على نفس ارضيه الملعب صاله اتحاد الشرطه، وبعد التمرين كان في زي محاضره فيديو او فيديو ميتنج طبعا ما بين الكابتن ابراهيم وجميع اللاعبات للحديث عن طبعا اهميه المباراه. ويمكن طبعا هم ما بيبصوش من هو المنافس في المباراه سواء نادي الزمالك او نادي الشمس، كان طبعا طالبهم بالتركيز يعني بشكل كبير جدا في مباراه اليوم لحسم لقب بطوله كاس مصر. كمان خلينا نروح طبعا لنادي الشمس، ويمكن تحت قياده الكابتن ايهاب علي
جميع لاعبات نادي الشمس هيكونوا متواجدين في المباراه بشكل طبيعي ما عدا اربع لاعبات هيكون في صفوف فريق نادي الشمس، اربع غيابات يا كابتن هيثم، وهم ساره طارق وملك خاطر ووعد محمد. دول ثلاث لاعبات هيكونوا بره السكور شيت للرؤيه الفنيه للكابتن ايهاب علي. كمان مروه مجدي هتكون غايبه عن مباراه اليوم، دي طبعا من احد يعني العناصر المهمه في صفوف فريق نادي الشمس، ولكن هتغيب عن مباراه اليوم بسبب مزق في الكتف، فهتغيب عن مباراه اليوم. ولكن كمان فريق نادي الشمس استعد بشكل طبيعي جدا، يمكن بعد مباراته مع نادي الزمالك امبارح اكتفى بس ببعض يعني الاستشفاء او الريكفري لجميع اللاعبات، وكمان محاضره فيديو طبعا او فيديو ميتنج طبعا ما بين الكابتن ايهاب علي وجميع لاعبات نادي الشمس للحديث طبعا عن اهميه المباراه، وكمان التركيز طبعا على نقط الضعف والقوه اللي عند نادي الاهلي. فيمكن يعني خليني اقول لحضرتك ان كل الامور بتسير على ما يرام، الفرقتين بيستعدوا بشكل طبيعي جدا، وكمان النهارده الصاله يعني خاليه طبعا من الجمهور، بس يعني تقتصر على وجود العائلات سواء للاعبات النادي الاهلي او لاعبات نادي الشمس، ولكن المباراه النهارده بتقام بدون جمهور، وطبعا مع تواجد يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وبالتاكيد الاتحاد المصري للكره الطائره وبالتاكيد مجلس اداره نادي الشمس. بالتاكيد انا معاك يا كابتن هيثم، لو في اي سؤال والان العوده مره للاستوديو طبعا الكلمه ليك، تفضل. سلا الحقيقه برضو ما خليتناش اي حاجه ممكن نسال عليها، بشكرك يا سلا. سلا حامد الزميله العزيزه من صاله اتحاد الشرطه الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه لازم برضو قبل ما اروح لضيفي كابتن محمد صلاح لازم اوضح بعض الامور اللي كانت النهارده مفاجاه كبيره. كابتن فؤاد عبد السلام مدير تنفيذي الاتحاد الافريقي للكره الطائره اعلن النهارده في القرعه ان بطل بطوله افريقيا للرجال السنه دي سيمثل بتمثل القاره الافريقيه في بطوله العالم القادمه، في حدث الحقيقه مهم جدا. سنوات طويله بل عقود ما مثلش افريقيا ابدا حد في بطوله العالم، النهارده اللي هيفوز ببطوله افريقيا وان شاء الله يكون النادي الاهلي هيمثل مصر وافريقيا في بطوله العالم. واه لو البطوله دي كانت السنه اللي فاتت كان النادي الاهلي هيمثله اربع فرق في بطوله العالم في حدث ما حققوش اي نادي. لو تفتكروا السنه اللي فاتت او في مطلع هذا العام كره القدم لعبت بطوله العالم، كره اليد لعبت بطوله العالم، كره السله رجال طبعا بتكلم على رجال الثلاثه رجال لعبوا بطوله العالم، كان ينقصنا فقط كره الطائره. واه لو كان هذا اللقب السنه اللي فاتت، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان يحققه تاني. كره القدم النهارده في قبل النهائي في بطوله افريقيا ان شاء الله، فاضل لنا اربع مباريات ان شاء الله يا رب ونفوز بطوله افريقيا باذنك يا رب ان شاء الله ودعوات جمهورنا. عندنا الكره كره السله بتلعب تصفيات الكونفرنس لاين او مجموعه النيل في تصفيات بطوله افريقيا، هتتلعب يوم 19 ان شاء الله على مجمع دكتور حسن مصطفى، فاذا بننافس اهو. كره اليد عندها السوبر الافريقي ان شاء الله يوم الثلاث، لو فزنا نروح بطوله العالم، وعندنا الكره الطائره النهارده بتلعب، فممكن نحقق هذا الانجاز التاريخي تاني هذا الموسم باذن الله، وان احنا نصعد باربع فرق بقى السنه دي لبطوله العالم في انجاز ما حققوش اي نادي في العالم، ان يبقى عنده اربع فرق بتشارك ممثله عن قارتها في بطوله العالم. نتمنى ان شاء الله ان الانجاز ده يتحقق، والنادي الاهلي قادر بدعم مجلس ادارته ودعم جماهيره، اللاعب رقم واحد اللي دايما بيشير اليه كابتن محمود الخطيب دائما ابدا في كل خطابات. بالمناسبه ضيف العزيز كابتن محمد صلاح كان مدير فني نادي الشمس سيدات فتره من الفترات، والحقيقه كان مساهم في بناء هذا الفريق، فالحقيقه لا يحدثك مثل خبير، نساله ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف النهارده لنادي الشمس. قبل ما نتكلم عن نقاط القوه ونقاط الضعف حبيت بس اعقب على كلام كابتن نشأت على كابتن ابراهيم هيتعامل مع المباراه ازاي. يعني كابتن ابراهيم طول عمره بيركز، بدليل ان هو امبارح ما غيرش كتير، يعني هو امبارح غير بس مي غزال مكان ميار، نعم، وادى شروق الجيم الثالث، انما غير كده هم نفس الفرقه ما غيرش خالص، غير بس التكتيك زي ما اتفقنا بقى شوت من سته كتير على اعتبار ان هو هيستخدم ده النهارده. ده عكس اللي تم في مباراه الزمالك ودجله، الزمالك والشمس. الزمالك والشمس انا شايف ان الشمس استغل الفرصه ان فرقه الزمالك كانت بتلعب المباراه بجهازها الفني مركزين في ماتش الاهلي. ايوه تعديلات كتير تمت، تغييرات كتير تمت، ترتيب دوران اتغير من كل شوط والتاني، ترتيب دوران شكل مريم متولي مره اربعه مره اتنين، كان كل الكلام ده مقصود بيه ان استعداد لمباراه الاهلي، مش استعداد يشتت شويه كابتن ابراهيم الزمالك هيبدا ازاي ام خسر، فهم ركزوا وده خطوره جامده جدا. ده استغل الفرصه نادي الشمس ونجح ان هو يفوز بالمباراه. نكمل بقى نقاط، ده كان الفرق بين الاهلي والزمالك في اللقاء امبارح. تمام، كابتن ابراهيم ركز جدا على الرغم ان هو خلاص يعني نسبه كبيره
الماتش كان بالنسبه له يعني كان الاستعدادات كلها نادي الزمالك، فجاه بقت نادي الشمس. على الرغم من كده بيلعب فرقه اهدى شويه، دجله مع احترامنا ليه عندها اصابات كتير السنه دي، فعشان كده المباراه كانت يعني ما كانتش صعبه للنادي الاهلي، وعلى الرغم من كده مركز فيها جدا. نادي الشمس نقاط القوه اللي ضعف فيه طبعا اهم نقطه عنده تؤى مدحت البنت بتاعت مركز 4، وانا سامع ان هي هتتنقل السنه دي من نادي الشمس تقريبا راح نادي الزمالك تقريبا، اعتقد كده يعني تقريبا في كلام عليها في كلام عليها. دي القوه الضربه بتاعته بيعتمدوا عليها بشكل كامل. عنده في مركز 2 كان في 2 لعيبه مهمين جدا، مروه مجدي مصابه وفي امل صلاح ونور اهاب بنت كابتن اهاب. المشكله عندهم اعتقد انها تبقى نص الملعب، كابتن ابراهيم هيستغلها بشكل فعال جدا وهيضغط عليهم بالارسال لان ابراهيم ودي مدرسته عموما يعني. اشكرك كابتن محمد، كابتن نشأت اشكرك الحقيقه يعني غطينا قدر الاستطاعه المباراه فنيا سواء كان امبارح او النهارده. زي ما حضراتكم شايفين لحظات خلاص وتنطلق المباراه، خلينا نروح ونطير لصاله اتحاد الشرطه الرياضي عشان ننقل لحضراتكم نهائي كاس مصر موسم 2023 2024. الاهلي والشمس كره الطائره سيدات، ومعلقنا الكبير الكابتن اسامه ابو زينه، فالى هناك.